عندي الشرف كبير باش نقدم واحد الارضيه ديال معطيات وافكار حول سياسه التشغيل ووضعيه ديال التشغيل في المغرب. كان يمكن لي ندير انطلاقه ديال هذا العرض من المجلس الوطني للشباب والمستقبل بدايه التسعينيات وعاد مستمر الى السياسات الحاليه. وعلاش هذا الربط؟ لان ملي كنشوفوا الوضعيه ديال اللي طرحت ديال وضعيه ديال التشغيل والبطاله والعطاله بدايه التسعينيات مع المجلس الوطني للشباب والمستقبل، حقيقه كنشوفوا بانه كاين تقارب كبير وان المشاكل الاساسيه اللي طرحت في ذاك الوقت مازال مطروحه حاليا، يمكن مطروحه باكثر حده حاليا لان ما صارش العلاج الصائب. ولكن غننطلق في الحقيقه هي من الحكومه الحاليه والتصريح الحكومي ديال 2012 اللي طرح بعض الاهداف في ميدان علاج مشكل البطاله والتنميه ديال التشغيل. هذا التصريح الحكومي كاين في الجانب ديال الماكس 3 كيهضر على اقتصاد متنوع، اقتصاد قوي، واقتصاد اللي كيعطي الامكانيات ديال تنميه التشغيل. هذا من بين الاهداف المركزيه. وفي هذا الاطار التصريح الحكومي ديال 2012 ركز بانه غادي يمشي في اتجاه ديال واحد الوتيره ديال النمو على مستوى الاقتصاد الوطني ديال 5.5 في المعدل في افق 2016. وفي هذا التصريح الحكومي كذلك كيقول بانه غادي يمشي بالنسبه للجانب ديال قطاع ديال التصنيع لو سيكتور اندستريال غنمشيو في وتيره ديال النمو ديال 8%. اللي مهم من هذه الاهداف هو خصنا نشوفوا من بعد واش حقيقه هذه الاهداف توصلنا لها ولا لا، وشنو هي الوضعيه الحقيقيه ديال هذا. على العموم بالنسبه لوتيره النمو اللي هي اساسيه بالنسبه لسياسه التشغيل، تقريبا في المعدل عندنا 2.2 2.3، وهذه السنه كيف كتعرفوا التنبؤات اللي كاينه بالنسبه لوتيره النمو هي 1.1. علاش هذه القضيه ديال وتيره النمو مهمه؟ لان في المعدل كنعتبروا بانه كل نسبه 1% ديال وتيره النمو كتكون معها تقريبا 28000 الى 30000 منصب شغل كيتخلقوا سنويا، وكتعني بانه لما كانش الوتيره ديال النمو مهمه على الاقل من ناحية الكميه العدد ديال خلق مناصب الشغل ضعيفه. زياده على هذا التوجه العام بالنسبه لوتيره النمو، بعض الاقتراحات اللي جات هي مثلا بعض زياده على البرامج اللي كانت من قبل بحال برنامج ادماج وبرنامج تاهيل وبرنامج مقاولات اللي جا مع المبادره ديال 2005 2006 مع وزير السابق الاول جطو. جات بعض الاقتراحات كمبادره كاستيعاب اتسيتيرا، ولكن غنبين لكم من بعد بانه هادو كلهم في الحقيقه ما عندهمش شي على الواقع ديال قطاع الشغل والتشغيل، ما عندهمش شي اثار. دابا ملي بغاو نشوفوا على العموم شنو هي المستوى ديال خلق مناصب الشغل في المغرب، كانوا داروا جوج دراسات على مستوى ديال لو هو كوميساريو بلون، كيشوفوا الوضعيه ديال التشغيل من 2000 2010، هذه اول دراسه كانت دات، وثانيا دراسه من 2000 الى 2014 اللي كتعطي الوضعيه تقريبا حاليه ديال هذاك. عندنا في المعدل بين 2000 و2010 كانت خلق 150000 منصب شغل سنويا. هذا في الحصيله الثانيه اللي كتمشي حتى 2014 المعدل هبط الى 129000 منصب شغل. هذا من الجانب الكمي اولا. من ناحيه ديال توزيع هذه المناصب الشغل كنصيبوا اساسا
خلق مناصب الشغل كاين في القطاع ديال الخدمات تقريبا 87000 على 129000 منصب شغل هو في قطاع الخدمات. ويمكننا نقولوا بانه اساسا ملي كانوا الخدمات ماشي الخدمات ديال الشركات الكبرى هذاك، المناصب الشغل هي مناصب شغل في الحقيقه هشه، وفيها المناصب الشغل ديال اللي كاليفي جد ضعيف. تقريبا في المعدل عندنا 7 على 10 ديال المناصب الشغل اللي كتخلق هي مناصب شغل نون كاليفي اللي ما كتعطيش الامكانيه للتشغيل الاطر المؤهله، الاطر اللي عندها تكوين هذاك. كذلك كنشوفوا بانه تقريبا ملي كان العدد ديال العاطلين تقريبا من السنوات التسعينيات الى هنا الى حد الان تقريبا عندنا مليون و100000 معطل اللي كيعاني من البطاله، وهذا رقم مستقر، كاين استقرار كبير على هذا المستوى، كاين اختلاف جد ضعيف. ملي كنحاولوا نحلوا المعطيات ديال هذا الستوك ديال البطاله، كاين بعض الارقام اللي مهمه، لان المشكل بحال من بين الاهداف اللي جا في التصريح الحكومي 2012 هو نهبطوا نسبه البطاله من 10% الى 8%، هذا المعدل الوطني. ولكن في الحقيقه خصنا ندخلوا نشوفوا الارقام في العمق، او كيف قلت ملي كنشوفوا عدد ديال مليون 100000 معطل ولا عاطل، تقريبا 45% مع مرأة خدمت، مع مرأة كانت عندها الامكانيه تشتغل، وهذا كتعطي مشكل ديال البنيه ديال البطاله. ثانيا تقريبا عندنا جوج ثلثين تقريبا 66% 67% ديال بطاله ديال المدى الطويل. المدى الطويل كتعني على الاقل في وضعيه البطاله سنه فاكثر، ولكن في الحقيقه هي بطاله ديال المدى جد طويل، لانه اللي كناخذوا المعدلات تقريبا في المعدل العاطل اللي حاليا في ديك المليون و100 الف عاطل هو كيعاني من بطاله ديال المدى ديال في المعدل ديال 40 الى 42 شهر ديال البطاله. وكيف كيمكن لكم كنا تفهموا كنا الوضعيه 40 شهر ولا 42 شهر ديال البطاله بلا اعانه ولا بلا سوتيان من طرف السياسات العموميه وسياسات التشغيل كيمكن